استاذ ممدوح الشويحي، اتفضل عرف نفسك للمشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، ممدوح الشويحي، منسق اللجنه العامه لحقوق الانسان بنقابه المحامين. اتفضل، ايه اللي حصل النهارده؟ والله اللي حصل النهارده يوم الخميس هو الاجتماع الاسبوعي لاعضاء اللجنه. دخلت النقابه فوجدت احد اعضاء اللجنه في مشاده كلاميه بينه وبين مدير النقابه بسبب اغلاقه مقر اللجنه. فاصطحبت الزميل وخرجنا بره وهديته على اساس ان احنا هنجتمع ونتخذ قرار ونقابل المستشار المسؤول عن هذا القرار ونتكلم معاه في ايه دخل اللجنه في حل مجلس النقابه. وبالفعل اجتمعنا واتخذنا قرار بمقابله المستشار، ولكن فوجئنا ان مقر اللجنه اتفتح رغم ان مقر اللجنه كان مقفول وفي لجان تانية مفتوحه وبتمارس نشاطها عادي. فانا مش عارف هل دي قد تقصد به لجنه حقوق الانسان ولا هو امر عفوي جه غير مقصود. بس فده اللي حصل، كل اللي حصل النهارده. واحنا نامل كلجنه مهتمه بنشاط حقوق الانسان وخط دفاع اول في الدفاع عن كل انتهاكات حقوق الانسان، ان نشاط اللجنه ليس له دخل بمجلس النقابه. لان احنا لو قفلنا جميع اللجان التي تعمل داخل نقابه المحامين من مصر، هي نقابه المحامين تعتبر يعني ما لهاش وجود، لان النقابه تعمل بعمل اللجان المكونه داخليا فيها. يعني نقدر نقول العمل مستمر بالبلاغات اللي انتوا بتتوجد الفساد. والله رموز الفساد، كثير من رموز الفساد. والله اللجنه قامت بتقديم بلاغات للنائب العام، فهل العمل ده مستمر ولا دي نقطه من نقطه العراقيل ضد الفساد؟ والله هي الحمد لله ولله الحمد والفضل، نحن حتى الان نشاطاتنا كلها تتحدث عنا. وشيء يشرفنا اولا ويشرف نقابه المحامين ان مثل لجنه حقوق الانسان قامت بجهد كبير جدا وملحوظ لدى الكافه، والحمد لله كان نشاط النقابي الاول في قلب نقابه المحامين في التصدي لكل انتهاك لحقوق الانسان ايا كان. ومستمر في عملنا، وحتى لو قفلوا اللجنه ايا كان كده احنا هنعمل، ولو على سلم النقابه هنشتغل في مجال حقوق الانسان. شكرا استاذ. شكرا.